رمضان الخير شهر وفنا وبه الرحمن أكرمنا فنقدم فيه طاعتنا نخلص النية لوجه الله أوله رحمة من المنن وسطه بالعفو والغفران وآخر عتق من النيران وأمان من عذاب الله وبه ليلة عبادتها ألف شهر أجر طاعتها فارتكب وابغي فضائلها كي تنال الأجر عند الله صيام البر والتقوى أجره في جنة المأوى وبه تأمن من البلوى وتنال الأجر عند الله تهذيب للأخلاق مدرسه للصبر والإشفاق والإخاء والعطف والإنفاق والتراحم بين خلق الله بالصحة الأبدان الخير والإحسان للواحد الديان أجره أضعاف عند الله استغلوا موسم الحسنات بالدعاء والذكر والصلوات اقفل الجوال والجنوات وافتح القرآن كتاب الله كيف يقبل صومك الجبر وانت بين الناس كثير دار اللسان حقك فلا تمتار في صيامك ما تخاف الله نوم طول اليوم لا مغرب في فطوره والعشاء يقطب معدة ما عضربت تقلب صام يومه بس ما صلى عن الإسراف والتبذير واترك الإعراض والتقصير كل محتاج وكل فقير امنحوهم من عطاء الله رمضان الخير والبركة يا شقاوة كل من ترك الصوم مقرون بالصدق ما اعتلى صوم بدون زكاة الزكاة واجب على الصائم في النفوس واموالكم لازم تندفع للدولة القائم كي تصرفها بشارع الله رمضان الخير شرفنا وبه الرحمن أكرمنا فنقدم فيه طاعتنا نخلص النية لوجه الله أوله رحمة من المنن وسطه بالعفو والغفران وآخر عتق من النيران وأمان من عذاب